بشكل سريع، محمد العويس إلى أي درجة راح يكون مؤثر غيابه على الأهلي؟ والله أعتقد يعني ما نختلف، محمد العويس حارس مهم على مستوى الكرة السعودية سواء المنتخب وحتى الأهلي، وما قدم مع الأهلي في الجولات الماضية يوضح لقيمة هذا الحارس. في أكثر مباراة كان هو المنقذ للفريق الأهلاوي، ولكن أعتقد وجود ياسر المسيلين وفي الفترة اللي غاب فيها العويس بداية الموسم حضر ياسر المسيلين، أعتقد أنه ما كان فيه اختلاف كثير، يعني حارس خبير وحارس يمتلك الخبرة ولا يقل كفاءة بصراحة عن محمد العويس. نتمنى الشفاء إن شاء الله محمد العويس، العودة لخدمة الأهلي وكذلك لخدمة المنتخب السعودي.